تفاصيل تحويل نهر الكونغو لنهر النيل مشروع ضخم قد ينفذ لمحاربة سد النهضة. وعاجل تل أبيب تنشر رسالة الرئيس السيسي لنظيره الإسرائيلي. ومصر سترصد الفضاء بثاني أكبر تلسكوب في العالم. وهام جدا مفتي مصر يحسم الجدل بشأن سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وعاجل تل أبيب تنشر رسالة الرئيس السيسي لنظيره الإسرائيلي. أكد الكيان الصهيوني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسالة تهنئة للرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتزوغ بمناسبة توليه منصبه. أوضح الحساب الرسمي باللغة العربية في تويتر للكيان الصهيوني إسرائيل بالعربية قائلة: الرئيس عبد الفتاح السيسي يبعث برسالة تهنئة إلى رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. أعرب عن أمله في أن يساهم انتخابه في تعزيز ثقافة السلام. أشارت إسرائيل بالعربية إلى أنه جاء في الرسالة أيضاً: أغتنم هذه الفرصة جيدة لأهنئك وأنت تبدأ في مسؤولياتك الجديدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في الرسالة إلى أن مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. أضاف: أتطلع إلى مساهمتكم في هذا الأمر حتى تنعم منطقتنا بالسلام الذي نطمح إليه جميعا. بحسب صحيفة إسرائيل بالعربية، المصدر معنا كان من i24 نيوز، صحيفة يعني خاصة بالكيان الصهيوني. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل تحويل نهر الكونغو لنهر النيل مشروع ضخم قد ينفذ لمحاربة سد النهضة. ترتبط زيارة وزير الري المصري إلى الكونغو دائما بالحديث عن مشروع ضخم أثار جدلا واسعا خلال السنوات الماضية حول تنفيذه. مشروع نهر الكونغو هو المشروع الذي أثار تساؤلات كبيرة حول حقيقة تنفيذه، والذي تسعى من خلاله مصر لربط نهر الكونغو بنهر النيل للتحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة، وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو. ووفقا لتصريحات سابقة لفريق العمل الخاص بأنه المشروع الحلم أو العصا السحرية التي ستأتي لمصر بكميات مياه إضافية تصل ل 100 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يقارب ضعف حصتها الأصلية من مياه النيل. مصادر مختلفة أكدت أن المشروع تواجهه عقبة سياسية كبرى، لأن حوض الكونغو ليس حوضا محليا كما يروج المسؤولون عن المشروع، بل هو حوض دولي تتشارك فيه 9 دول، منها أنغولا وأفريقيا الوسطى ورواندا وبرواندي وكونغو وغيرها. ولا بد أن توافق الدول جميعا على نقل المياه لحوض نهر النيل. ووفقا للمصادر، فإن المنطقة المقترحة للمشروع شديدة الانحدار، ويلزمها إقامة سدود لتخزين المياه في الكونغو ثم رفعها بطلمبات لمسافة 200 متر تقريبا، وهذا يتطلب طاقة كهربائية هائلة لدفع تلك الكمية للارتفاع المطلوب، مما يجب إنشاء محطات لتوليد الكهرباء إلى جانب محطات الرفع، كل ذلك لإيصال المياه إلى جنوب السودان والذي يعاني أساسا من كثرة المياه، حيث تفقد فيه كمية لا تقل عن 550 مليار متر مكعب سنويا. والحقيقة التي يؤكد الخبراء أن ربط نهر الكونغو بنهر النيل الأبيض يلزم حفر نيل آخر موازي في الصحراء الشرقية مسافة 2000 كيلو متر. ووفقا للخبراء، فإن تكلفة المشروع قد تكون ضخمة للغاية ولن يستطيع أي أحد تحملها، فإن تكلفة رفع 95 مليار متر مكعب للمياه لمسافة من 150 ل 200 قد تتكلف 250 مليار جنيه. إما فيما يخص الطاقة اللازمة لرفع هذا الكم من المياه فلن يقل بأي الأحوال عن 8000 ميجا وات، أي ما يوازي 56 مليار جنيه. المصدر معانا كان من RT والأهرام والشروق والمصر اليوم. يعني ممكن ينفذ هذا المشروع ممكن لا، الأمر متعلق بتخطيطات القيادة السياسية لحل هذا الموضوع. وهل الموضوع فعلا ممكن يتعمل ولا لا، اكتبوا لنا في التعليقات تحت
بهتم برأي حضراتكم وعاوز اعرف رأيكم في هذا الموضوع. ننتقل مع بعض الخبر اخر، ومصر سترصد الفضاء بثاني اكبر تلسكوب في العالم. اكد المعهد القومي للبحوث الفلكية انه يشهد عدد من المشروعات الانشائية المهمة، من بينها مشروع استكمال انشاء محطة رصد الاقمار الصناعية والحطام الفضائي بالتعاون مع الصين. أعلن رئيس المعهد جاد القاضي أن هذه المحطة ستكون ثاني أكبر محطة على مستوى العالم في رصد الحطام الفضائي من حيث قطر التلسكوب، موضحا أنه جاري العمل على تحديث عدد من محطات الزلازل، وأن هناك محطة جديدة دخلت الخدمة في شمال الصحراء الغربية بالتعاون مع إحدى شركات البترول، فضلا عن تحديث محطة أخرى في نطاق محافظة قنا ومحطتين جنوب الصحراء الشرقية قرب ساحل البحر الأحمر. كما أشار جاد القاضي إلى أن الهدف من تحديث المحطات وإنشاء محطات جديدة هو زيادة قدرات الشبكة القومية للزلازل على رصد الزلازل الدقيقة في كافة أنحاء الجمهورية. وأكد رئيس المعهد أنه مؤخرا تم تخصيص قطعة أرض للمعهد في مدينة أبو سمبل، وجاري التوسعة في إنشاء المرصد المغناطيسي وشبكة الزلازل الإقليمية حول أسوان، وستشهد أيضا تحديثا للأجهزة والمعدات لتواكب التقدم في مختلف المجالات. المصدر معانا كامل اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. يعني شيء جميل جدا لما نمتلك ثاني أكبر تلسكوب في العالم لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام جدا، مفتي مصر بيحارب الجدل بشأن سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم. حسم مفتي مصر شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الجدل حول سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم. وخلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة، أشار شوقي علام إلى أن التكليف الشرعي في القرآن والسنة المطهرة لم يضع تمييزا بين المرأة والرجل. وضح أن التطبيق العملي للنبي محمد في رحلة الحج كانت فيه المرأة حاضرة. ولفت علام إلى أن الفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة على أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام وفق قوانين السارية في المملكة العربية السعودية. وأضاف ومن حيث إنها يجوز لها السفر دون محرم فالفتوى مستقرة على ذلك ما دامت هناك رفقة مضمونة. أشار إلى أن العصر تغير عما كان قبل ذلك من حيث ظروف السفر وأمانة الطريق وتوقيت الطريق، وأن الفتوى تراعي وتواكب مثل هذا التغير، لكن علينا أن نلتزم بالإجراءات التي تتخذها الدول. مصدر معانا كامل المصر اليوم، مفتي مصر يعني بيقول ان المرأة يسمح لها بانها تسافر لوحدها لاداء فريضة الحج. هذا الامر يعني متاح، والفتوى اللي طالعة من دار الافتاء المصرية توضح وتصرح بذلك. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، متقلتش عليكم. أتمنى لو في أي حاجة يعني تخص المحتوى ممكن حضرتك تكتب لنا في التعليقات تحت وأنا بقرأها بنفسي. فأي تعليق على المحتوى، أي تعليق على الأخبار، أي حاجة ممكن حضرتك شايفها ممكن نغيرها أو نحسنها في الصفحة أو في القناة، ممكن حضرتك تكتب لنا في التعليقات تحت. وزي ما قلت لحضراتكم أنا بقرأ التعليقات. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف عليكم. كان معكم إسلام الأمير، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.